وسلم على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. إنه يوم مميز بحضور هذه الوجوه النيرة الموجودة بهذه القاعة المباركة التي تشهد وشهدت لقاءات الإخوة الأجلاء وزملاء في مختلف المهن والوظائف حاملين راية الوفاء والدفاع على روح وقيم وقسم نقابتنا المنظمة نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمغرب. أقول وأضيف نرحب بالإخوة والزملاء بمهنة المتاعب الذين شرفونا اليوم وتحملوا عناء السفر من الدار البيضاء. السيد الكاتب الوطني لنقابة الإعلام والصحافة بالمغرب. كما نرحب بالسيد الكاتب الإقليمي لنقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل من طنجة. من طنجة مدينة التطابة والأصالة مدينة البوغاز ومنتقى البحرين. مدينة الرحالة ابن بطوطة مدينة التاريخ. ومدينة الرواد الإعلاميين والمتقبلين والشعراء والفنانين التشكيليين ومدينة الوطنيين الشرفاء الذين نظروا من أجل استقلال هذا الوطن العزيز وضحوا بالغالي والنفيس من أجل الانعتاق من أغلال الاحتلال الغاشي. ومدينة المناضلين الغيورين الذين استمروا في نضالهم وتضحياتهم من أجل تحقيق مطالب الشعيرة الشرعية لم تريهم تربص الرجعيين والدولاريين في سبيل تحقيق مغرب يتمتع بمواطنيه بكرامة وعزة نفس. وما تضحيات الوطنيين المنضويين تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلا مثال حي وواقعي لكل ما يتمتع المواطن من حقوق. أجدد الترحاب بكل الحاضرين في هذه القاعة وسنعمل في يومنا هذا في هذا الاجتماع على الاستماع الى كلمه توجيهيه من السيد الكاتب الوطني والسيد الكاتب الاقليمي المشكورين مجددا. وسنعمل على بدايه اشغال اجتماعنا بدراسه جميع الاشكاليات والمواضيع التي تشغل الجسم الاعلامي من موضوع الملائمه والبطاقه المهنيه والحق الوصول الى المعلومه والدعم المالي والتقني والمضايقات الامنيه والسلطويه ومنافسة الغير مشروعة من الدخلاء الغير شرعيين المتطفلين على الميدان الإعلامي. ونضيف قلق الإعلاميين بكل تراب المملكة وبمدينة البوغاز على الخصوص باستمرار متابعة الصحفيين بموجب القانون الجنائي في قضايا النشر والذي يعد من أهم الإشكاليات التي تؤثر على حرية الرأي والتعبير في المغرب. وسنعمل وسنستمر في المطالبة في إيجاد حلول مرضية وواقعية للتغلب عليها وتأهيل القطاع الإعلامي ليقوم بدوره التنوير كاملا في المجتمع والدفع به نحو تقديم خدمة عمومية تستجيب بشكل أكبر لحاجيات الممارسة الديمقراطية وتعزز قيم التعدل وتحد من مختلف أشكال التسلل وخلق الأخلاقيات المهنة وتوفير المجهودات والإمكانيات لمواجهتها خصوصا أن قطاعنا الإعلامي والمحلي والجهوي على الخصوص يعرف ثورة هائلة في تطوره وغناه وأصبحت المنافسة قوية وغير عادلة وأضحى المتدخلين والطفيليين على القطاع بتكاثر متزايد. الصحفي والصحفي المهني بالخصوص يعيش في خوف وعدم الوضوح في الرؤية لمستقبله وقوت عيشه بسبب المضايقات والمنافسة غير المتجانسة لأنه اليوم كما في علمكم أصبح الإعلام الاجتماعي منافس من غير شقيق لإعلام المهني فهناك تنافس ولكن غير مبنيا على أسس فأصبحت مهنة الصحافة مهنة كما يقال لمن لا مهنة له وأصبح الكل يدعي أنه يمارس الصحافة وهي منه بريئة. فاليوم ومن خلال لقائنا المبارك الذي نتمنى له النجاح والتوفيق سنعمل على الإحاطة بجميع الخلل والمعيقات والعمل على إيجاد ما نريده بمهنتنا نشرك بها عملنا ووفقنا الله وسدد خطانا وجعل النجاح مبتغانا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. والكلمة للسيد الوطني والكاتب الوطني فليتقبل المشكور. عفوا الكلمة للسيد الكاتب الإقليمي فليتقبل المشكور. شكرا الاخ عبد القادر المقدم وتحيه لجميع الاخوه الحاضرين. اسمحوا لي باسمكم جميعا ارحب بالاخ عبد الواحد الحطابي الكاتب العام المقام الوطني للصحافه والاعلام
الذي يشرفنا في هذا اليوم، وكان بإمكاني أن أقول لكم كثيرا من مناقبه وخصاله الحميدة لولا حضوره معنا، وما يمنعني من أن أمدحكم ساعة ووحدة. لذلك سأختصر كل ذلك وأقول إنه مناضل من الطينة النادرة من بقايا المناضلين الصناديد الذين بنوا وحافظوا ودعموا الكونفدرالية الديمقراطية الشعبية. أعتبر الإخوان نحن في اتحاد كونفدرالية طنجة أن إخواننا في الصحافة والإعلام ليسوا قطاعا كباقي القطاعات، ولكنه قطاع متميز وقطاع نعتمده كإضافة نوعية قوية، لأن مهامه تتعدى في مهام الكونفدرالية الديمقراطية الشعبية. فالكونفدرالية كما نعرف جميعا هي منظمة مركزية للدفاع عن حقوق الطبقة العاملة، وإخواننا في الإعلام والصحافة سيكونون حاضرين على هذا المستوى لإيصال مطالب الطبقة العاملة. والكونفدرالية معنية بوضعية الشعب المغربي وحياته الكريمة وحقه في الديمقراطية والحرية، وإخواننا أيضا سيكونون حاضرين على هذا المستوى. كما أن الكونفدرالية كانت دائما تقدم القضية الوطنية، القضية القومية الأولى فلسطين، التي لم تتردد الكونفدرالية في تحويل إحدى مسيراتها احتجاجية على الوضعية الاجتماعية إلى مسيرة تضامنية مع الشعب الفلسطيني عند الإعلان عن نقل سفارة الولايات الأمريكية المتحدة إلى القدس. لذلك إخواننا سيكونون حاضرين أيضا على مستوى مواقف الكونفدرالية الديمقراطية الشعب التي ترتبط بقضايانا القومية والعربية والإنسانية بصفة عامة. لذلك نحن نعلق الآمال على إخواننا بأنهم سيكونون في واجهات مختلفة ومتعددة يبلغون صوت الطبقة العاملة وصوت الشعب المغربي وصوت الأمة العربية والإسلامية والإنسانية. فهذه المهام جسيمة وثقيلة، لذلك نتمنى لإخواننا النجاح والتوفيق في المهام، ونتمنى لهم المزيد من القوة والتكتل، ونتمنى أيضا أن يكونوا باستمرار على مستوى ما هو مؤمل عليهم وما هو معلق عليهم، من أجل أن يدعموا إخوانهم وأخواتهم في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل. وشكرا لكم جميعا مرة أخرى، أرحب الأخ عبد الواحد الخطابي الذي أعتبره رمزا من الرموز المناضلة المتبقية على قيد الحياة. جزاك الله عمرا وشكرا. الوطني الجهوي او الاقليمي.
كما أنني سعيد الاعتزاز أن يكون هنا إلى جانبي رجل أكن له كل الاحترام والتقدير، رجل عهدناه بالوفاء والإخلاص لتنظيمه النقابي الكونفدرالي، وعهدنا فيه أيضا نكران الذات. لن أضيف أكثر من ذلك لأنه إلى جانبي كما قال في بداية تقديمي في كلمته التي أحس بها. كل ما أتمناه للأستاذ عبد الله قريش مزيد من الصحة والتوفيق، وسيكون محصنا بمساندتنا ودعمنا على مستوى أجهزتكم الإعلامية هنا في مدينة طنجة والإقليم والجهة، لأنه سيراهن على تبليغ الصوت الكونفدرالي بكل أشكاله القيمية والأخلاقية والنضالية. فأجدد تحيتي للأستاذ القدر المبدل والأستاذ عبد الله قريش. اسمحوا لي بداية أن أبلغكم تحية الأخ الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل عبد القادر الزاي، الذي سيعود إلى ممارسة نشاطه التنظيمي خلال الأيام القليلة القادمة، ونحن سعداء بهذه العودة وسعداء بأن نكون جميعنا في واجهة الكونفدرالية كقوة إعلامية بإمكانياتنا المحدودة جدا ونحن نعرفها ونقيمها. وأعتبر أن هذا اللقاء يأتي تنفيذا لمخرجات المجلس الوطني الأخير للنقابة الوطنية للإعلام والصحافة، للوقوف أولا عند طبيعة الطبيعة التنظيمية لنقابتنا بإقليم طنجة ومدارسة كافة القضايا والانتظارات والرهانات، كما قال الأستاذ المدن في بداية كلمته، للنهوض بالمشهد الإعلامي الجهوي والتأسيس لرؤية واضحة لتدليل كافة أوجه الصعاب أمام حزمة الإكراهات التي تواجه المقاولة الإعلامية الإلكترونية في مجالها الجهوي، وكذلك الجوانب المرتبطة تحديدا بالدعم بسيرته الجهوية وكذا العمومية، وكذلك أيضا فيما يتعلق بمسألة التكوين والتكوين المستمر، ومسألة البطاقات والملائمة كما جاء عليها أستاذ مدن، والمتابعة القضائية التي تطال عددا من المراسلين والمنتدبين من طرف المغاربة وكذلك الصحفيين على المستوى ليس فقط الجهوي ولكن أيضا على المستوى الوطني دون النظر إلى المسائل التي لا تمس بأخلاقيات المهنة. وهنا يجب أن نفتح القوس بأن أخلاقية المهنة واجب وخط أحمر لا يمكن أن نتجاوزه بأي شكل من الأشكال. كذلك نأمل سنتدرس في تحصيل هذه المسألة الاعتماد الصحفي للمراسلين والمتعاونين على مستوى المقاولة الإعلامية، وكذا بالتصريح بالعاملين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لأنه كما قال الأستاذ قريش بأن القطاع الإعلامي هو ليس قطاع صناعي وتجاري بل هو له خصوصيته، وهذا ما يجب أن نترافع من أجله أمام كل الجهات المسؤولة على مستوى سواء الجهوي أو على مستوى المركزي، سيما في مواجهة جهاز المجلس الوطني بما له وما عليه. ونروم من هذه اللقاءات التواصلية التي بدأناها الأسبوع الماضي بمدينة الجديدة، نروم إلى تحقيق أكثر من نقطة تحول في مجال التنظيم. وأذكركم بأن هذه اللحظة أو هذا اللقاء يندرج سياقها تمشيا مع شعار منظمتنا التنظيم والنضال لتهيئ أرضية لإنجاح محطة المجلس الوطني الموسع الذي سنعقده شهر أكتوبر المقبل إن شاء الله.
وذلك للانخراط المسؤول برقابتنا في الدخول الاجتماعي للمشهد الإعلامي وقطاع المقاولة الإلكترونية على وجه التحديد، بما يجعل ويعطي في ذات الآن لنقابتنا الوطنية، النقابة الوطنية للإعلام والصحافة، مكانتها وموقعها كقوة تنظيمية واقتراحية دفاعا عن حقوق ومكتسبات الصحفيات والصحفيين والالتقاء بقطاع الصحافة إلى انتظارات المرحلة وانتظارات مجتمعنا وتنظيمنا الكونفدرالي وجعله موازاة بذلك في مستوى إعلام الدول الديمقراطية، مع أن كلمة الديمقراطية مدعوها بين مزوجتين. نعتبر زملاء الإخوة في قطاعنا الإعلامي الجهوي بمدينة طنجة أننا نراهن على هذه المحطة في تبادل القرار والمقترحات، ونعمل على تسويرها في باب من الأبواب لطرحها على الدورة العامة لمجلسنا الوطني من أجل الخروج إلى الساحة العمومية للدفاع عن مطالبنا المشروعة لكافة الزملاء والزميلات، سواء في مجال القطاع الإعلامي الإلكتروني أو في باقي المناظر الإعلامية. وهدفنا الأساس وهو أننا نكتسح جميع المجالات الإعلامية، سواء منها السمعية. شكرا. التراتب ديالو في هرم السوق، هذاك الاخر هو اللي مين لما قدام الاعلامي يصاب برعب. الاعلامي هو الذي يرعب الاخر من اي موقع كان. السلام عليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. أشكر السيد عبد الوحيد الخطابي الكاتب الوطني النقابة الوطنية للصحافة والإعلام المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل على حضوره الجمع التأسيسي، ونشكر أيضا الكاتب الجهوي السيد عبد القادر المدن، ونشكر أيضا الكاتب الإقليمي السيد عبد الله قريش، ونشكر جميع الإعلاميين من الصحفيين الذين ينتمون إلى مختلف المنابر الإعلامية. تساهم الصحافة الجهوية في تطوير المشهد الإعلامي المغربي وفي تنشيط الحياة الديمقراطية محليا وجهويا، وذلك في تكريس الصحافة المواطنة. إن الصحافة الجهوية بالدول الديمقراطية لها تأثير وإشعاع كبير في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية، نظرا لما تتمتع به من عناية واهتمام من طرف الدولة، عكس نظيرتها بالمغرب التي ما زالت لم تعرف نفس اهتمام من طرف المسؤولين رغم الشعارات وكثرة التوصيات. وهذا يتحقق إلا بتشجيع الاستثمار في الإعلان الجهوي من خلال دعم ومنح قروض بفوائد مشجعة بشكل يساعد على سحب الصحف الجهوية بأثمنة تفضيلية، تأهيل الإعلام المقاولة عبر التكوين وتعميم الإعلانات الإدارية والقضائية والتجارية وإعلانات المؤسسات العمومية على جميع المناطق حسب الميثاق الداخلي المتفق عليه، وتعميم الدعم الحكومي على جميع الصحف الجهوية والمواقع الإلكترونية، ومنح بطاقة تنقل مجانا للصحفيين الجهويين، وغيرها من المطالب والاقتراحات التي تدخل حيز تطوير الصحافة الجهوية. وضع المعلومة رهن إشارة طالبها
يضم مطلب الحيوي لإيجاد الصحافة والإعلام، بالإضافة إلى إرساء الحماية القضائية لسرية المصادر وتعزيز ضمانة استقلالية الصحف وإرساء شروط الحياد والشفافية. واقع الصحف أو المواقع الإلكترونية اليوم في الدول الديمقراطية كلما ازدادت قوة الرأي العام ازدادت قيمة الصحف ووسائل الإعلام، وفي الدول المتخلفة كلما انتعش الرأي العام ازدادت قدر السلطة على عنق الإعلام وعلى روح الصحافة. للأسف جل المؤسسات الإعلامية باعت المهنة في سوق النخاسة خوفا أو طمعا أو ما معا. هنا المسؤولية يتقاسمون الصحافي والمؤسسة والدولة. عندما يتحول الصحافي من ناقل أخبار إلى موضوع أخبار، اقرأ السلام على مهنة المتاعب. وعندما يقدم الصحفي ولا أولى صاحب مال أو صاحب سلطة أو لهما معا، يتحول إلى بوق لا إلى عقل، إلى أداة لا إلى فكر. هذا ليس جلد الذات، هذا اعتراف صريح لما آلت إليه مهنة نليلة تتعرض كل يوم لحملات خطيرة وفظيعة. عندما يختار الصحفي هذه المهنة يصبح في عنقه قيد بأعراف المهنة وبمسؤولية الكلمة وبجسامة التوجه إلى الناس بالخبر والرأي والتحليل وفق ما تمليه عليه قناعته وميولته. والاستقلال عن السلطة السياسية والإدارية، فالعبد لا رأي له والخادم لا قرار له. هذا هو المعيار الصحفي الحقيقي. نحن في النقابة الوطنية للإعلام والصحافة جريدة مواطنة مستقلة لا يصرف عليها أحد، ولا تمول إلا من جمهور القراء الذين أعطونا ثقتهم. لهذا نحن نشتغل عند هؤلاء ولا نتقاضى أجرا من مكتب سياسي ولا من المجلس الوطني للصحافة. نحن بلا فخر ندافع عن قيم الديمقراطية والشفافية واحترام حقوق الإنسان، واخترنا طريقا لأداء مهامنا الاستقلالية عن السلطة ومنطقها وحساباتها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا ولا زلنا على النضال المستمر.
إنني يا عمر نحن البديل المنتظر 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 المنتظر. نحن وإن طال الزمان لابد يوما ننتصر نحن وإن
المنتظر. وإن طال الزمان لابد يوما ننتصر، نحن وإن طال
مطمئنا يا عمر نحن البديل المنتظر، نم مطمئنا يا عمر نحن البديل المنتظر، المنتظر المنتظر المنتظر. على درب النضال المستمر.
مسؤولا يا عمر، نحن البديل، الخنطة تغنم مطمئنا يا عمر.